احنا عايزين بقى زي ما رجعنا لورا كده بالاهداف، نرجع لورا بالذكريات وبداية مشوار حضرتك في الكورة والنادي الاهلي ومنتخب مصر، يعني عايزين تحكي لنا شوية. هو طبعا زي معظم اللعيبه زمان ابتدينا من الشارع، كلنا كنا بنلعب في الشارع، ده كان بيلعب في الشارع عنده في الحته اللي ساكن فيها، وده هنا وده هنا وده هنا. والصدفه البحته معايا انا يمكن خدمتني شويه او ربنا رايد، بس برضو في سبب ان ربنا كرمني الكرم دوت. يمكن انا ليه اخ اكبر مني بسنتين كان بيلعب في الاسماعيلي، قبل ما يروح الاسماعيلي كان بيلعب في مصنع صقر، كابتن علي زور الله يرحمه طبعا كان موجود. الله يرحمه. فاخويا ده خدني قال لي تعالى ممكن تلعب معانا يعني في النادي يعني مصنع صقر دوت. فرحت ونزلت اختبار، فيمكن الكابتن علي زور كده الله يرحمه كده حط الكرة في نص الملعب وقال لي شوت الكرة للجول، شوف هتوصلها من نص فين، الملعب. من نص الملعب. فشوت الكرة فطلعت ضعيفه يعني ما وصلتش ال 18. اوكي. فقال لاخويا طبعا ده لسه لسه صغير شوية. ولسه الكلام دوت، انا كان عندي مثلا بتاع 15 16 سنه، لسه في الأول. مش كبير. ف يمكن النقطه دي لما هو قال لسه ضعيف ادتني دافع. اديت لك دافع. انما برضو انا كنت بلعب في الشارع ما بلعبش في حته تانية. الصدفه البحته ان انا كنت بنلعب مره في استاد القاهره، كان في ملاعب فرعيه اللي بره دي كانت مفتوحه للناس يعني، فكنت بلعب مع اصحابي وكده. عم جمعه سرحان الله يرحمه كان اداري في القطاع الناشئين، فشافني فقال لي تعالى. فقلت له حاضر، بكره تجي لي كذا 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 في النادي الاهلي، كان كل الفرق الكوره كانت في الجزيره. فجيت كابتن انور سلامه كان موجود، عم جمعه قال له اللعيب دوت انا شفته كويس فاشوفه. طبعا انا وانا رايح النادي الاهلي طبعا انا ما عنديش لبس، لا شورتي ولا فانيلا ولا جزمه ما كوره عندكش لبس كوره خالص، ما زي يعني ما كان من زي اي نادر حد ان بيلعب في الشارع. بالظبط كده. فشحت اللبس بتاع اخويا، كان بقى كابتن علي زور بقى جايب لهم اعظم وانظف لبس الماني من المانيا اللي مصنع صقر. شحت الطقم بتاع اخويا ورحت بيه، فكان شكلي كويس. فلفت نظر كابتن انور سلامه قال لك بقى لا ده لعيب كوره بقى ومتشيك وعنده طقم بقى. انطباع يعني، ما هو اي لعيب طبعا برضه طبعا الاهتمام الانطباع الاولاني بالشكل مظبوط. بيدي انطباع للاول. انت اول ما تشوفي اول مره حد كده الانطباع الاولاني دوت مهم جدا يا لا طبعا. بيديك يا ايه. فالكابتن انور سلامه شاف ان انا يعني مهندم في لبسي ولابس لبسي كويس، فخمس دقايق كده لعبت، قال لي تعالى عم جمعه عايزين خلاص. فجت بقى النقطه الثانيه، انا وقتها كان عندي 17 سنه تقريبا، المفروض العب تحت 17، بس زمان بقى كان ايه مواليد شهر 7 غير شهر ايوه كنت 8، عايزه اسالك. ال 10 ايام فرقوا معايا ان انا العب 19 ما العبش 17. 17 سنه. اوكي. فالخطه الالهيه عندك مظبوطه يعني من قبل ما تتولد. فما كابتن انور سامح حتى زعل، فالعب لازم العب 19 سنه. كابتن هاني مصطفى كان هو المدرب ال 19 سنه، كانوا مسافرين، كان بياخد دوره يعني بره مصر، ف قال لي عم جمعه خلي حمدي موجود. فجيت كابتن هاني لما رجع بقى كابتن انور سلامه قال له اللعيب دوت خده في فرقتك ايده من غير ما يشوفني الكابتن هاني. وفعلا ودي دي دي كانت البدايه والانطلاقه بتاعتي، بس انا كنت بلعب بقى 19 سنه وانا عندي 17 سنه عشان فكنت اصغر فرق ال 10 ايام دوت. ولعبت 19 سنه، وبعد كده 21 سنه بقى كان الكابتن ماهر وجي السنة ودوست بنزين.